شفت عفوا ولا شفت كابتن طلال انه الانديه بعضها ما يعني هنا يقول نظره قاصره. هنا هنا المشكله الان الانديه كم عندها من لاعب موجود عندها وغير كذا مخزنه لعيبه، تلقاه مثلا هو محتاج 24 لاعب او 28 لاعب تلقاه حاط 50. اوف ال 50 الباقي في ناس يشاركون وفي ناس ما تشارك. لما تجيب اللاعب من الاقليمي توديه عندهم النظرة عندهم زي ما قال هذه بيحلها موضوع الدوريات اللي قلتوا الجديدة اللي هي هذه ايه مع كويس. كم دوري فيه؟ مع كم دوري فيه؟ اللي انا احنا الحين عندنا 98 فريق تحت 13 سنة اي وعندنا 77 فريق تحت 11 سنة. هذول بيلعبون دوري؟ الاندية والاكاديميات الخاصة مع هذول بيلعبون دوري؟ هذا بيلعبون طيب دوري. الدوريات وش تحت 14 تحت؟ هذه تحت 13 وتحت 11 سنة. هذه دوري هذه الموسم هذا، الموسم القادم بيكون كل دوري عمر مفصول. يعني تحت 14 سنة، تحت 13، تحت 12، تحت 11 سنة.